تعال خبرني اشي سرية عنك. سرية عنك؟ شو؟ شو كنت عم خبرك؟ انت اللي سر من السوشيال ميديا ما السوشيال ميديا؟ ايه سر بحياتك انه ماني كيلتي. قلت له ما في سر بحياتي فاضحة كل شيء. عن جد قلت لهم فاضحة كل شيء. انت كأنك عاملة فندق تاني هنا. لا يا عمي مش عاملة شيء. احمرار طبيعي عندك؟ احمرار طبيعي. قولي 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 لأسرارك. ما عندي أسرار فاضحة كل شيء. عسل انت عسل انت عسل. هذا بالكاميرا عليك ده. اجي نشوف واحدنا واحد منا نشوف وش عندنا نشوف وش معانا ولا ما معناش. شو عم تعقل؟ انت كيف ما فهمت معنا او ما معناش؟ ما فهمت غيرها معنا او ما معناش يعني ما تشوف الكاميرا معنا اذا حاطتها انا حكيت غير شيء؟ توحش المغرب حقك. وين توحش المغرب؟ انا فيلة. من تقولي هيك؟ فيلة يا جماعة. شو ما تقولي هيك؟ ما معروف يا زلمة. شفت اللبنة شو بتعمل؟ كركرت مالتي. روح يا شيخ انت كده. عن جد كركرت مالتي. كركرتي كركرتي. وزوزت قولي وزوزت ايه وزوزت عصفوري. انت شكلك غريب والله العظيم. شو شكله؟ بشعاف؟ زي العسل والله العظيم. زي العسل هذا قلبي هواك عشان بشعاف حلوة. انا بشعاف حلوة. انت؟ نجو؟ ودي 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 الجمال الزين ديالي انت كبيدة ديالي. كبيدة ديالي قولي؟ كبيدة ديالي. كبيدة؟ كبيدة كبيدة ديالي. أوكي. كبيدة ديالي. علمنا طب كلمات جديدة ها وصلنا نعرفهم. قولي ايش بدي تعرفي؟ قولي ايش بدي تعرفي ونترجم لك. شو بدي اعرف؟ طيب كيف بتقولوا؟ نعم. حل عنا. بعد مني. بعد مني؟ بعد مني. عقلي عليهم هالشيء هالشيء يعني تذكريه مش تنسيه. بعد مني؟ من دون احمد ما انت اللي عم تعمل هيك ولو؟ اصوات دي الغريب. قولي في ايه باللبن ده؟ قولي كيف بتقولوا مثلا ما بدي اشوفك بقى؟ ما بغيت ما كان هاد الكلمات يعني ما بدي ما بغيت نشوفك ما بغيتكش ما بغيت نشوفك؟ شناهي شو بيتي دابا شو بيتي؟ ما بغيت بتقولوا؟ شناهي ما بغيتش نشوفك يعني ما بغيت ما بغيتش نشوفك يعني ما بدي ما بدي ما بغيت. ما انت قال لي مش عم بيجي على راسي كلمات تحكي طويله شو نقول طاوله شو بتقول ميدا شو ميدا ميدا مثل مائده مائده يعني ميدا ميدا اوكي لبن هذا بتقول لبن 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 واش كنقول لهادي هذا شو القنينه؟ شو قنينه؟ قرعه شو؟ قرعه قرعه؟ قرعه مشاكين مشاكين اش بدي تاني تعرفي؟ شو قلت نطلع بشرفك بدي اعرف؟ اش بغيتي تاني تعرفي؟ اش بغيتي تاني تعرفي؟ ابغى اعرف هادي بيقولها مجانا مجانا؟ مجانا والصحن شو بتقولوا له؟ تبصيل تبصيل؟ تبصيل؟ تبصيل شوكة شوكة نقول لها شو نقول لها؟ فرشة فرشة؟ سكين أول حاجة بنقولها بالفرنسة سكين موز 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 تقولي ايش لايمه تقول تفاح شو بتقولوا تفاح تفاح شو نقول هيك وانت تفاح انت ما كنت حابين جايه من الهند تفاح كنقول تفاح اللي ما كنقول لي ليمون ما لغتكم غريبه اي بعيده بعيده شوي عن الغياليتي يعني عن الواقع اللبن هاي شويه نذوقوا لك شويه
والله كثير طيب اللبن.